بالخير بالخير يا المستمعين بخير، عساكم بخير ما دام الزمان بخير، عدد ما ورقى حمام الطير. سوالف وسالم، سوالف وسالم، إعداد وتقديم بسالم، إخراج صلاح بن جمعة الرئيسي. طالعين يمكن السالفة هذه من 40-50 سنة زيادة بعد، طالعين البحر والمحمل وأنا كنت نأخذه، طالعين حلولو ويوم ينمل شهرين 3 شهور نمشي في البحر، يوم وصلنا هني قالوا قوعة مال لولو، يلا هنا الغواويص، ومعنا 7 غواويص إلا واحد انقصر، واحد قال الشيمة أنا ما أروح أغوص ولي مسكين يعني مرض إيه، وأول ما شعله يلا دور أخبره كل تمر وهذا وماي لين تيسر الأمور، تعب قلت لهم هو ما بيغوص أنا بغوص بدالي، 6 بيغوصوا مني، قالوا أنت نأخذي وأنت ما يستوي، قلت لهم ما يستوي نأخذي ما نأخذي، حالي من حالكم ويلا بنتعاون، قبضت أنا عمري ويلا هيلي يلا هيلي يلا، وكان عق عمرنا في البحر. 6 غواويص نزلوا ما كملوا يمكن نص ساعة وطلعوا، هي والأول ما شاء الله النفس نضم النفس حيت أنا صحة وعافية، أنا قمت أتمشى في قاع البحر، قاع البحر حيتان مكودي، طفت عدال حيتان يسولفوا، طفت عدال ما دويش أقولكم بلاد بلاد تحت البحر، عثرة ناس أوادم تحت البحر، يعني سمك سمك سوالف وأول وتالي. المهم وتصاب على دولفين، دولفين هذه الدلافين الحين بيطلعنا يعلموهن السباحة ويعلموهن كذي، لقيت دولفين يصيح باوش فيك عسى ما شر، حد مضارب النوك حد عايل عليك، قال لا والله ضربتني شوكي، قلت له شوكي مال ويش، قال يا ابوك يا اكل سمكه ديك البحر، وكان اكل ديك البحر كان تنغزني شوكه هني داخل حلق من داخل في لساني، والحي باراي بكل والحي تعبان ابوك، قلت له بعيد الشر انا برتب لك امورك انا بني دكتور، قال بتعالجني، قلت له وابوي انا انسان وانسان يعرف كل شيء. سوالف وسالم، قلت له يبلي منتخ، وكان أيوة نتخ الشوكة من داخل ساني من داخل، كان عق عمري داخل دخل داخل بطني ونتخ، وكان أطلع قال إزاك الله خير إزاك الله خير، قلت له أنتوا الدلافين أبوكم طيبين أنتوا الدلافين وايد نحن نحبكم، إيه أنتوا تلعبوا ويانا وكذي وتعد القوارب وهذه نحن وايد نحبكم، قال الحين لازم أجازيك أنا قم بنسير بيتني، قلت له لا لا، قال نعم لا تقرب البيت، أمي الدولفين العودة بالترياق وأبوي دولفين ريال طيب، سرنا دخلنا البيت دقينا الباب، آه ما جاهز الغداء، قالت لي جاهز ويش مسوين، قبولي شعري ما شاء الله قبولي، قلت أنت تعرف تسوي قبول، قال كل شيء نسوي نحن قبولي مكبوس ما أدري ويش كله نسوي، هاي الأكلات هاي اللي تسوها أنتو نحن نسويها، وأكلنا كله هذا سمك، قلت له أخير والله إن السمك وايد فنان، دخلت وتغديت وبعدين جينا وشربنا شاهي ما شاء الله، شاهي عادة مال البحر كله مالح ما فيه سكر لا كله بحر، المهم شربنا شاهي وهذا قال عادة لأبو، قال تعال من دام منك انت نقذت ذي الوليد، هذا الدولفين أخير دولفين عدني والولد فنان، قلت له أنا أبوك لو شفته طيب عادة وعالجته، قال تعال هناك والله عندك كما كما المندوس في من الذهب من اللولو من الألماس، قال شلي هاب زمه وعراه، قلت له أبوك لا تعطاني شيء أنا يسويت شيء معروف والإنسان يعمل معروف، قال لا 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 أنت شلي هذه شلي، البحار يتريون أسبوعين أنا أسبوعين تحت البحر، يعزمني هذه وسي عند هذه من بيت الدولفين لبيت القرش لبيت ما دويش، ومن غير المطاعم اللي طايحة ضربت من ذيك المطاعم، يوم طلعت قالوا هاك على بالنا غرقان، قلت ما غرقان مش غرقني يعني ما شغرق، أول لا حين أول ما حد يغرق تغوص في البحر 30-40 يوم انتم تحت البحر حمسي، المهم سرنا والله طلعت الذهب وطلعتها، قال البحر من هين يبتي، قلت لهم 2 أسبوع أنا تام أدور وأسير وسط لوادم وهذا، وانتوا تغوصوا بمرة وتطلعوا، لا بسولف إذا لقيت شعري لقيت شيء بسولف بسأله
أبا ما عندكم لولو، أبا ما عندكم شيء، ما بمرة تغصت 3 ساعات 4 ساعات نص ساعة ورديت، هذا ما حلو كذي، هذا ما استوت غواصة. قاموا عاد الشباب يسيروا بالثلاث 4 أيام وحد تم أسبوع تحت البحر، انت ريام أخبركم. واحد تم أسبوعين وغرق مسكين، قد برايه عاد ما كلهم بيعيشوا لوادم. الحمد لله رب العالمين، واغتنيت غناه، قلت أبا أودر لولو وأودر غيره، بنيت لي هني دكاكين وهذا ويا الله، والحين عامل في الدكاكين الحمد لله رب العالمين، بس وش لنا في البحر ورزاق الله على السيف الحمد لله. سوالف وسالم، سوالف وسالم، إعداد وتقديم بوسالم، إخراج صلاح بن جمعة الرئيسي.